بالرغم من حوادث الغرق التي تحدث كثيرا في البلاد وخاصة في الوسط العربي، تبقى السباحة مطلب الجميع، والجميع يأتي إلى البحار وإلى بحيرة طبرية خاصة من أجل الاستمتاع بالسباحة. موقع بنت يأتيكم بهذا التقرير المصور من بحيرة طبرية عن الموضوع. احمد حصارمي، يعني احنا اليوم بنلاقيك على شط بحر الطبريه. بالرغم من الحوادث اللي عم بتصير، حوادث غرق كثيره باسرائيل عامه وبالوسط العربي خاصه، بتيجوا على البحر وبتتصيدوا وبتسبحوا؟ شو يا صاحبي، شو بدك؟ احنا بنيجي بنتسلى بنتصيد بنسبح، بس بشكل عام اليوم الوسط العربي يعني للشطوط، بالنسبه للشطوط والغرق اللي بيصير اليوم، صدقني يا صاحبي لو ما الشطوط مش بدفع وهيك، بتلاقي كل الناس بتروح عليها، وين في متسيل، وين في زي ما تقول يعني دائما عزراء وتصومات ليف لهي الشغله. بس اليوم الناس بيقول اليوم وضع الناس بسمح لهاش دائما كمان انك تفوت على الشطوط وتفوت وتدفع، اللي عنده عيله، اللي عنده اربع اولاد واللي عنده خمس اولاد بيقعد يدفع عليهم كمان، هذا بسمح لهش. عشان هيك الناس بتيجي على المناطق اللي بلا دفع، اللي فيهاش متسيل، اللي الاولاد تقعد تسبح، الاهالي بتلتهي وبتغرق، وهذا اللي بسبب يعني طبعا الغرق ولهي الشغلات. يعني بحر الطبرية معروف عنا الخطورة، ومع هيك انها بتجذب معروف، لانه يا صاحبي الناس وين بدها تروح اليوم، يعني هاي اولاد كمان اليوم الاولاد بدها تطلع، بدها تسبح، بدها تنبسط، بدها تروح كمان. اليوم بقول لك اللي قريب من منطقة طبرية مثلا، من هون بيجي على طبرية، اللي قريب من منطقة البحر بيروح على البحر برضه. طبرية منطقة كثير حلوة ونظيفة وشلبية وفيها نوف كثير حلو. طيب احمد، بدك كلمة مثلا انت ممكن تقدمك للاهالي للاولاد بالنسبة للبحر، للسباحة، للخطورة تبعت السباحة؟ كلمة شو بدك تحكي يعني؟ بس الانتباه، انتباه، انتباه للاهالي وانتباه لاولادهم. فيش حاجة كمان، الاهالي تظل تلتهي كثير في اشغالها واكل وشرب وكل هاي الشغلات، انه تنتبه برضه للاولاد. وحتى واذا بيروحوا يعني على الشطوط اللي فيها دفع بالرغم، طيب في الاهالي اللي تغضرش، بس اللي يريحوا راسهم يعني، اللي يكون في متسيل اللي ينتبه على اللي صار اشي على الاولاد، اشي اللي يكون فيه متسيل، يكون فيه مدريخ اللي يقدر يمسكها للاولاد وهي الشغلات. احنا بنشوف انه مثلا البحيرة الطبرية معروف عنها الخطورة، وبالرغم من هيك هي بتستقطب كثير من الناس للاستجمام خلال فترة الصيف. شو السر حسب رأيك؟ ايه اكيد، في شيء، اي شغله بيت مقامه الدنيا، الناس بتحب تروح على البحر وعلى البحر وعلى البرك، ففي الصيف الدنيا حم والناس بتحب تروح على الاماكن هاي. بس بحر الطبريه معروف انه في كثير محلات هناك مش لازم الاهل يسبحوا فيها ولا الاولاد يسبحوا فيها، وفيش منقذ هناك، وفيش المحل اللي فيش فيه منقذ ممنوع باتا يفوتوا على المي، وهذا بصفوش الامر بده يروح لصالح الولد. فمن شان هيك احنا بنطلب من الاهل انه يديروا بالهم، وفيش محل اللي فيه منقذ، ما فيش محل فيه فيش فيه منقذ ما يروحوش عليه. يا بحر شو بحكي لك،